هلا تم تفجير بيت شقيقتي نعم الصغرى اللي هي توفت هي وزوجها في حادث سير، وتبعد 3 أطفال فجروا بيتها قبل أجهزة أمنية. أجهزة أمنية؟ نعم أجهزة أمنية. نعم. وتم السطو على منزل شقيقتي مرتين. أنا تعرضت إلى محاولة اغتيال عام 2014 شهر الواحد. والخطف اللي عند قب وشقيقي انخطف. لا في المحكمة. نعم شقيقي انخطف. شقيقي انخطف 2012 وساوموني، يعني دفعت مبلغ مالي. بعد ذلك تم قتله من قبل تنظيم القاعدة. وكنا في محكمة الرصافة أنا ودكتور عمر الحميري، وكذلك كانت هناك محاولة ليس خطف وإنما اغتيال، لأنه أنا رأيت بعيني الموجودين هم 10، سيارتين مونيكا واحدة بيضاء وواحدة نيلية